مرحبا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتي لكم، وياكم احمد جليل. تقدرون تتابعون قناتي على اليوتيوب باسم احمد جليل جلابي، والصفحه الشخصيه على الفيسبوك باسم احمد جليل جلابي. اللي يحب يتواصل معي على باقي البرامج عبر الرقم 0781294141. لازمنا مستمرين بشاشات السيطره والتحكم واحداث 13D. تابعونا حتى نكمل ان شاء الله وننتقل غير موارد. اوكي، ضلونا. اوكي حبايب، الدرس السابق اخر شيء ختمناه بهذه النافذه، نافذه الحراره، متحسسات الحراره، واللي هي هذه النافذه نفسها هذه. اوكي، اليوم ان شاء الله هي نافذه الشيفت. هذا الشيفت شيفت الجنريتر، ومنها شيفت التوربين. اكو كلتش بيناتهم، كلتش يوصل هذه المنطقه بهاي المنطقه. هذه اليونت هنا بها خاصيه، ممكن انه شغل التوربين دون ربطه ويا الجنريتر، تعزل عن الجنريتر. اوكي، ممكن هذا الشيء، ممكن تفر الجنريتر بدون ربطه ويا التوربين عن طريق الكلتش هذا، تفصل هاي المنطقه عن هاي المنطقه. طبعا هذا هسه يعني فد نموذج يجوز ما متوفر حاليا بالتوربينات الحديثه. هذا بيرنج التوربين، منطيك حراره البيرنج هنا، متحسس حراره البيرنج على التوربين، منطيك حرارته. اوكي، بهاي المنطقة نكبرها شوي. شوف متحسس اهتزاز البيرنج، هذا الاهتزاز وهذا الحرارة، منطيك هنا الاهتزاز وهنا منطيك حرارة، حتى تعرف انت انه هذا اهتزاز لو حرارة متحسس. هنا عندك الثرست بيرنج، هذا عمودي، وهذا عندي البيرنج مال ضاغطة، متحسس اهتزاز البيرنج مال ضاغطة، ومتحسس الحرارة مال البيرنج العمودي. هذا هنا بيرنج الضاغطة، شوف مخلي القراءة مال الاهتزاز بالاعلى والقراءة مال الحرارة بالاسفل. اوكي، هذا اللي على البيرنج مال الضاغطة. عندك هنا متحسس البيرنج الثرست بيرنج، هذا متحسس الحرارة مخليه اعلى واحد واسفل واحد. اوكي، وبالاضافة للحرارة اللي مخليه على البيرنج مخليك الاهتزاز، هذا قراءة الاهتزاز، اهتزاز البيرنج العمودي الثرست بيرنج. عرفنا سابقا شنو وظيفته. هذه الحرارة RPM، العفو السرعة GT، يعني سرعة التوربين جاز توربين، هذه سرعته. وهنا عندك سرعة الجنريتر سبيد، منطيك ثلاث متحسسات سرعة للتوربين، ثلاث متحسسات سرعة للمولد. اوكي، هنا هذا القراءات، هاي هذه حرارة، متحسس حرارة، وذني متحسسات اهتزاز على كل بيرنج، يعني فد نافذة بسيطة ما بيها فد مشكلة. هنا منطيك الوضع الخاص بالكلتش، بالعمل، خارج العمل، فاصل او غير فاصل. شوف الكلتش الفاصل بين محور التوربين ومحور المولد مشغول بالعمل يعني حاليا، فمنطيك الاشارة مالته خضراء، وإذا كان خار معزول فهنا تكون الخضرة مو رمادية. أوكي، وهذا المحور من جهة التوربين والمحور من جهة المولد. قلت لكم إنه هذا نموذج يجوز ما متوفر بباقي التوربينات. هاي هنا نافذة السيفتي أويل، نافذة الحماية الهيدروليكية. أوكي، هذا عرفنا مدخل زيت الحماية الضغط المنخفض اللي هو كان باللون الابيض. عندك هنا الحمايات، وهنا فلاتر حاطين للدهن قبل لا يجي، وهنا صمامات الحمايه الهيدروليكيه لان الصمامات، وهذا الخط الذهب للتحكم بوقود الغاز. شوف شلون يجي، فهسه هذا 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 الدهن منه جاي يجي بشكل مباشر. اوكي، وين يروح؟ يروح للتحكم بصمامات شنو؟ الغاز. في حال استجابت الحمايات البروتكشن، دني الحمايات، اي وحده منهن، اي خانه، هاي خانه، هاي خانه، هاي خانه، اي وحده من هاي الخانات تجي اشاره كهربائيه تفتح لي اي صمام من الصمامات، ايش راح يسوي هذا الصمام؟ راح الدهن بدل ما يروح لهنا ويبقى محافظ على ضغطه اللي هو يتحكم بالصمامات، راح الدهن ينزل لمن يروح الخزان الدهن، يعني راح يسوي درين بالدهن، وهذا الدرين راح يخفض الضغط على صمامات التحكم، وبالنتيجه راح تنغلق هاي الصمامات عن طريق بسبب استجابه الحمايه اللي هاي البروتكشن للحمايات استجابا، فراح يفتح لي صمام الدهن اللي راح يسوي لي درين للخزان. وضحت؟ هنا منطيك الضغط ايش قد، فهنا 6.6 بار،
اللي اقرب لكم اياها شوي. شوف شلون هاي البروتكشن ذني من الحمايات، يعطي اشاره لهاي الصمامات يفتحها الصمام يفرغ للدين، وبالنتيجه من راح يتفرغ الدين ذني الخط هذا اللي رايح للتحكم بالوقود راح تنخفض الضغط بهذا الانبوب، وبالنتيجه راح يغلق الصمامات. فد فكرة بسيطة يعني، مو فد شيء. هاي عندك نافذة الحمايات، نافذة الحمايات اوكي البيض اس تي اللي هي نفس هاي تريب بيض اس اوكي تريب بيض اس. هاي الحمايات وشارح لك اياها يعني، انا كل حماية من الحمايات، حماية فصل الحمل الوقائي والحماية مفتوحة، الحماية مغلقة، حماية الحمل الزائد اوكي والحلقة حاليا مغلقة او مفتوحة البي ال اس تي، حماية فصل الوحدة ايقافها بشكل مباشر، هاي تاخذ تريب. هاي البي ال اس تي والبي ال اس لا يعني ينطيك وقت لمعالجة المشكلة، واذا ما عالجتها راح تسقط الوحدة. التريب لا بشكل مباشر تسقط الوحدة اوكي. هاي المتحكمات الكهربائية، شوف المتحكمات الكهربائية الاغنيشن 24 فولت دي سي، ايش عندنا صورة 24 فولت دي سي اوكي. لان المتحكمات الكهربائية شوفني وين يتحكمون بيمن، بالبروبان فالف صمام غاز اشعال، ومحولة القدح وصمام غاز الاشعال الثاني اوكي، الاول والثاني مو اغنيشن عندنا اثنين. فذني منطيك هنا الوضع مال يعني بس مجرد رؤية ينطيك للمتحكمات هسه يفتحن او يغلقن. هاي يعني هاي دائما بداية التشغيل يتم مراقبة النافذة. وهاي مجموعة تشغيل فحص الحمايات، اذا اردت تسوي تيست على الحمايات شوف ما عندي مشاكل بالحمايات فالفكشن هذا افعله. وهنا فحص متحسس حماية السرعة الزائدة العالية اوكي، اقدر انا افعله واسوي تشيك لهذه لليونت. هاي النافذة سيت بوينت حاكين عنها باول درس، وهاي الجي تي سيكونس وذني حاكين عنها بدروس بالبداية، وهاي هنا الداتا ايضا متحدثين عنها عايدها هنا اوكي. هاي المتحكمات الكهربائية بالحمايات، شوف هذي متحكمات 24 فولت دي سي خوش. هذه السيفتي اويل اللي هسه قبل شوي النافذة اللي قبل هاي كانت، وهنا هاي سي ار سي 20 لان الكارتات والمجموعة هذه التريب. شوف هنا ليش منطيك جهاز السيطرة الموضعي المبرمج يحتوي على قناتين شانل واحد وشانل اثنين اوكي، وحماية الشعلة يحتوي على ثلاث قنوات اللي هي شانلات ثلاثة عدي للشعلة، ومراقبات السرعة، سرعة عالية متحسس السرعة ونمط السرعة واختيار متحسسات السرعة عند بداية تشغيل إشارة العادة، اختبار متحسسات السرعة عند بداية تشغيل إشارة الخارج اوكي. ذني كل هاي خاصة بالسبيد يعني كاتب لك هنا، وذني الحمايات اللي موجودة عندي. هاي النافذة بداية التشغيل يعني انت بس مجرد تلقي نظرة عنها، او اذا ظهرت عندك استجابة احد الحمايات فراح ايضا تظهر عندك بهاي النافذة. هاي نافذة اشارات التحذيرية ينطيك هنا شنو الاشارات اللي تظهر عندك، نافذة اشارات التحذيرية ينطيك هنا شنو نوع الاشارة الظاهرة عندك، باللون الاحمر اشارة خطرة، اللون الاصفر اشارة تحذير، باللون الاخضر لا يعني إشارة عادية طبيعية مو فد مشكلة. هاي نا منطيك مقدار الكيلوات الـ SSD اللي هو Starting System Device يعني بداية التشغيل شقد أني كيلوات عندي، مقدار الكيلوات المستخدم بداية التشغيل من أحول الجنريتر إلى موتور وأفور بيه، منظومة بدء التشغيل أون، تفعيل تشغيل وحدة، منظومة بدء التشغيل جاهزة. إذا كل خاصات بيمن بدء التشغيل ومنظومة بدء التشغيل أوف شنو وضعها يعني، بدء الـ SSD شنو وضعها الحالي أون أوف شنو وضعها، لأن كل هنا يأشر لك ياهن
باللون الأخضر أو باللون الرمادي. الوحدة جاهزة برضو، متحكمات بداية التشغيل تطلع أوكي هنا، ما عندك مشكلة. هذه الريليز اللي هي هذه يسوي تشيك للوحدة كلها، وإذا كانت الوحدة جاهزة للعمل تصير خضرة، إنه الوحدة ما عندك مشكلة بها، تصير هذه خضرة ردي الوحدة تستار، يعني جاهزة للتشغيل. هناش عندك النافذة هذه اللي خاصة بمن؟ النافذة الكهربائية. عد النوافذ اللي مرة كلن خاصات بالتورباين اللي حرارة واهتزاز وغيرها من الأمور. هسه ايش عندي؟ عندي النافذة اللي خاصة بالأمور الكهربائية، أوكي؟ فهاي نافذة الشبكة الكهربائية، بس شنو سنجل لاين، مخلي لك يعني نموذج اللاين واحد. احنا ما عندنا ثري فيز، هو لا مخلي لك سنجل لاين، حتى سنجل فيز، حتى شنو تعرف انت هذا مجرد نموذج انه هو سنجل لاين. خلينا نقرب هالنافذة الكهربائية، شوف ايش منطيك. منطيك قيمة الكيبي للخط الاول جهة المولد الاول ويا الثاني، ينطيك الفولتيج ايش قد الثاني ويا الثالث والثالث ويا الاول، اوكي منطيك الكيف ايش قد. زين القيمة الحقيقية الميجا واط ايش قد على الجنريتر؟ اوكي 57 ميجا واط. هسه تقرا وفق هاي القيمة. قيمة التيار بالخط الامبير ايش قد؟ كم تيار هسه يولد؟ يعني انا عندي 57 ميجا واط، بالتيار ايش قد؟ 2675 امبير على الفيز الواحد، اوكي يعني تقريبا 7000 امبير كلهم تقريبا. زين الهرتزية ايش قد؟ والميجا فار القدرة الضائعة ايش قد؟ اوكي زين هاي كلها هاي اول شيء. هناش عندي خطوط النقل ال 132 كي بي ذن اثنين، هاي فاصلة وهاي فاصلة، وعندي هذا قاطع الدورة، فاصل على باز بار واحد وفاصل على باز بار اثنين. شو عرفت هنا واحد واثنين؟ شوف هنا ايش كاتب لك، طبعا هذا رمز الكي كي اس، بالاخير ايش كاتب لك؟ رقم واحد، نفس الرمز معيود بالاخير رقم اثنين، اوكي؟ فهاي فاصل على الباز بار واحد وفاصل على الباز بار رقم اثنين. يعني انا من الشاشات هاي اقدر هسه اعرف يا باز بار بالعمل الاول او الثاني، حتى اذا كانت ما عندي نافذه خاصه بالباز بارات، بس من خلال هاي الشاشه انا هسه قدرت اميز الباز بار رقم واحد خارج العمل ورقم اثنين داخل العمل، وقلت لك هاي واحد وهاي اثنين. زين الكيف ايش قد هسه على الشبكه؟ 132 تقرا 129 فولت الشبكه، هنا هسه تقرا 129. هذا قاطع الدوره ال 132، هذا القاطع، وهاي المحوله الرئيسيه للوحده اللي هي هذه، اللي هي محوله يدخل لها 10.5 يطلع من عندها 132 كي بي، تمام. هاي محوله الحث، وهذا يعطيك تيار الحث وفولتيه الحث، لاني التيار والفولتيه الخاصات بالحث، وهذا قاطع الحث. هذا عندك الجنريتر، هنا قاطع الارضي من اريد يارض، وقاطع منظومة بدء التشغيل. هاي بدء التشغيل، من راح يجي تيار كهربائي حتى شي يسوي يفر الجنريتر. زين معلومات المولد، منطيك الهرتزية الامبيرية على المولد، منطيك امبيرية مال فيز واحد، والكي في والميجا واط، والسرعة الار بي ام اللي هي 3022 حاليا تقرأ. معلومات بسيطة. زين هناش عندي اشارات هاي الخاصة بمن؟ على محولة، هذه الاشارات خاصة، مو محولة المفروض اكتب هاي، هاي ال 24 وال 125 ذني الفولت الدي سي، اوكي. وعندك هنا مستوى هاي الاشارات هاي هنا تطلع خاصة بمن؟ بالمحولة الرئيسية. مستوى زيت المحولة الرئيسية أقل ما يمكن، يعطيك إشارة تحذيرية ويعطيك هنا يتوهج هذا المصباح. مستوى زيت المحولة مرتفع إذا كان زيت أكثر من اللازم. البخلص ريلي أيضا هذا، وأتصور تعرفون البخلص ريلي، أو إن شاء الله أشرح لكم دروس جاية ما أتذكر شارحة. تحذير درجة حرارة زيت المحولة مرتفع،
أو تحذير درجة حرارة، درجة حرارة ملفات مو الزيت، الملفات المحولة درجة حرارة مرتفعة. فعندي قراءتين، قراءة على ملفات المحولة وقراءة على زيت المحولة. هنا مفتاح التحكم بالقدرة الضائعة، أريدها أوتو، يعني هي اليونت تتحكم بالقدرة الضائعة أو لا أنا أتحكم بها بشكل يدوي. فإذا فعلت هذا أو طفيت، إذا فعلته راح يصير كنترول تحكم، هي الوحدة تتحكم أو لا. إذا طفيته راح أنا أقدر أتحكم بالميجا فار، أوكي، قدرة الضائعة أنا سيتها وفق ما أريد. هسه شوي من بعد هالصورة حتى تكون واضحة أكثر لكم، أوكي، لأني شرحنا على النافذة. النافذة الثانية إشارات المنظومات الكهربائية، جميع المنظومات الكهربائية عندي إشارات عليها هنا وكاتب لك إياها، كل وحدة يعني كارتات الشغلات هاي كلها موجودة ضمن يعني ضمن هاي النافذة، وينطيك إشارة على كل وحدة شنو هسه أي شيء يصير بيها كذا، هاي ينطيك إشارة عليها. هاي المنظومات الكهربائية كلها بالكامل، هاي نافذة منظومة بدء التشغيل، هاي منظومة بدء التشغيل، قواطع الدورة والكذا، هاي 132 فواصل قاطع الدورة الرئيسي والمحولة والجنريتر. هاي قلنا من هنا الحث هذا، وهذا الستارتنج، اوكي، هذا الستارتنج اللي هو S101 MKA، اوكي، 10 GS 101، وهنا KB، اوكي، 10 GS 101. عندك فرعين تقدر تاخذ، هذا الفرع هذا الفرع، هذا يغذي هاي من هاي المنطقة وهذا يغذي من هاي المنطقة. زين، هاي هسه ينطيك الاس اس دي شنو واضح هنا، راديو كذا انعادا ذني نفسهم. زين، هاي هنا ينطيك اذا فشل بالبطاريات ينطيك اشارة هنا، خلل في شاحنة البطاريات 125 يعطيك اشارة، فشل في شاحنات البطاريات ينطيك اشارة، اوكي، خلل في مجهز القدرة ينطيك اشارة هنا على اليو بي اس، انخفاض مستوى التردد ينطيك اشارة. لان كل التفاصيل هو كاتب لك اياها هنا. هنا مقدار تيار المار عبر البي جي اي، اوكي، وعندك مقدار الفولتية المارة، وعندك مجموعة تحكم منظومة الحث ذن المجموعات، خلينا شوي نزور الصورة، مجموعة التحكم بمنظومة الحث الفاكشن جروب الخاص بها، ومجموعة التحكم بمنظومة الستارتينج، ومجموعة التحكم بمنظومة التوافق سينكرونايزين، ومجموعة التحكم بمنظومة الغسيل، اوكي، ذن المجاميع. انت اذا اردت بس يعني شغلهم كل واحدة على حده او من النافذة الرئيسية عرفنا انه احنا وين مكاناتهم شو شغلهم. هاي نافذة كارتات التحكم، من يصير خطأ على فد لوب معين او شي مثل هاي الاشارة ينطيك اشارة اكو فد خلل معين. السنين تركض. في الختام نرجو أن نكون وفقنا لخدمتكم. أحمد جميل في 26/2/2015 10:03 مساء، إن شاء الله يا ربي دوام التوفيق للجميع. لهنا أنا خلصت نافذات السيطرة والتحكم بالوحدات 13D، وراها إن شاء الله راح ننتقل على نوافذ التحكم الأخرى. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.